الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين راسيات للإنتاج الإعلامي تقدم المحاضرة الثامنة والتي هي بعنوان خطورة العين على الفرد والمجتمع لفضيلة الشيخ حامد آدم. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن غضب الجبار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. وقبل أن نبدأ المحاضرة إن شاء الله، الناس ما تنسى التبرعات إن شاء الله، موضوع المحاضرة تحت اليوم في شيئين إن شاء الله. أولا، علامات السحرة، نعرف علامات الساحر حتى نتجنبه. وفي الآونة الأخيرة يعني باسم الرقية الشرعية، كترو بيقوا كتار جدا، باسم الرقية الشرعية ما من محل إلا وتلقى فيه رقية شرعية، وهي لساحر أو دجال. فكيف نحن نقدر نعرف الرقية الشرعية من هؤلاء المجرمون باسم الدين زملائنا سابقا؟ فأول علامة من علامات الساحر، وده يعني قليل بيعمل الشغلة دي، أول ما تجيه بيذكر لك باسمك، بيسميك مرحب يا فلان، زي ما عندنا في بحري، في منطقة من مناطق بحري اللي هي منطقة مدوم، هناك في ساحر وساحرة، امرأة تدعي أنها تتكلم مع الله مباشرة، واحدة. اثنين، ساحر برضو يدعي أنه يتكلم مع الله مباشرة، والناس تعتقد أن هؤلاء صالحون، والناس تزورهم من مكانات بعيدة. ديل الأشياء اللي بيعملوه، أول ما تجيهم من أي بلد سلم عليك وبيذكرك باسمك، مرحب يا فلان، الليلة اللي جابك لنا شنو؟ بيبادرك بيها، مرحب يا فلان، الليلة اللي جابك لنا شنو؟ وعارفين السبب اللي جابك لنا، أنت جاي من البلد الفلانية وجاي من أجل الشيء الفلاني. دي ساحر، سواء كان رجل او امراه، اي زول مشيت له ما بعرفك ولا بتعرفه ذكر الكلام ده تاكد انه ساحر. اللي بيفتح الكتاب بيقول لك، في كثير من الناس يترددوا بيقول الشيخ والله جيتك تفتح لي الكتاب. الرجل الذي يفتح الكتاب او المراه ده ساحر. السحر ده الاصل، وديل الفروع، في اصل الشجره وفي الفروع بتاعين، بنذكرهم دول كلهم فروع للسحر. اللي بيفتح الكتاب والبرمل والبقرأ الفنجال وقارئ الكف والمنجمون وبتاعين السبحة، بيقوم تقول له أيوة أنا جيتك الغرض الفلاني، بيقوم بطبق لك السبحة كذي ويقول لك شيل لك واحدة منها، بيشيلها بيعد العدد، تعال بيقوم بطبق السبحة بيديك ليها. ده ساحر،
دول كلهم سحرة، ودول فروع للسحر الكبير وغيره من الأشياء. الناس بيمشوا من الأشياء اللي بيعرفوها الناس، بيمشوا لبعض الناس، واحد أول ما يتجي من غير ما يسألك ولا تسأل ولا بتاع بيقول لك خذ قراعة دي هنا في رملة، بيقول لك خذ قراعة تأكد ده ساحر. اللي بيسألك من اسم أمك اتأكد أنه ساحر. دول كلهم سحرة أو فروع للسحر وغيرهم من الأشياء اللي الناس عارفينها، في جزء منها قد يكون نسيناه إن شاء الله، لكن دي علامات السحرة. وننتقل للموضوع الثاني اللي هو موضوع العين، موضوع العين وخطورة العين عليك وعلى أسرتك. العين حق، ونحن في السودان هنا بنعتبر أنه الزول العين ده بنقول له ساحر، فلان ده ساحرني. يختلف العين من السحر. السحر فعل فاعل، يعني إنسان مشى عدو، مشى للشيخ من هؤلاء اللي بنذكرهم، شيخنا فلان، أبونا فلان، مولانا فلان، الخليفة فلان، والمسميات اللي بنسميها، بيتمشي بتلقى الناس ديل كلهم سحرة. الناس اللي بيسمون بالتسميات ديل كلهم سحرة، الله أعلم إلا من رحم الله، لكن كثير منهم بيمشوا لهم، الناس بيمشوا لهم ده كلهم سحرة. أمشي لأي شيخ معروف الخليفة فلان ولا أبونا فلان ولا مولانا فلان، أمشي له بغرض معين، شوفوا بتعامل معك بأتو أسلوب، بيسألك من اسمك، طيب اسمك ذاته بيسألك دار منه شنو، اسم أمك، شوف بيسألك من اسم أمك، أها أحكي له القضية دي براكن، شو بيعمل لك شنو، بيكتب لك بخرة، بيكتب لك محاية بيديك لها، بيعمل لك شنو، ولا الفاتحة، حتى اللي بيسوي كده شفت الفاتحة دي السحرة، ما فيش فاتحة كده، أمشي أدوه بخرة. ده واحد أبونا كبير قدر الليلة وباكر وبعد باكر، تمشي له بأي قضية من القضايا يرفع عليك يدين وكذي، حتى كده بيعمل بيعلي لك كذي، أدوه بخراك. ده أبو ناس كلهم بيسموهم أبونا فلان، ده ساحر، ده أكبر ساحر، ده زميلنا، أنت ما جايبين خبر ساكت، أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، والله الذي لا إله إلا هو أكبر مجرم في البلد دي، هو يجلوه من السعودية، يجلوه من وين، يجلوه من وين، يجلوه أبونا فلان وكلام فارغ، والله ساحر اللي بيعملوا في وراء الكواليس ما الله به عليم. دجل وشعوذة باسم الدين، والناس بعدهم عن دينهم وعن معرفة حقيقة دينهم، طوال رجوله ماشي لأبونا فلان الدارة تتزوج والدارة بتاعه والدارة الكلام الفارغ. وفي كمان في بعض من الناس واحد مرضه يغلبه بيقول لك والله يا أخي أنا فتشت الرقية الشرعية وغير وغير ما لقيت، وقالوا السحر ده ما فكوا إلا الساحر الذي عمله، أو سحر يفكوا بالسحر. بالنسبة للناس اللي بيأيدوا مشكلة فك السحر بالسحر، زمان كان يمكننا شغالين الشغل ده عشان نفك لك السحر بالسحر، بنعمل الآتي، ده جزء عشان اللي بيأيد بيقول المضطر بركب الصعب والضرورات بيحن المحظورات، الكلام اللي بيقوله ده النوع ده من الناس بنقول لك الآتي. زمان يوم كان دارين فيك السحر، يعني السحر وخاصة سحر المرأة، أحيانا في نساء بيكون العقيمات، عقيمات عقم ما بلدن ما بلدن، فبيجوا بنقول لهم المرأة مسحورة، بنقول لك المرأة مسحورة وده فيها سحر خبيث جدا جدا، وده السحر اللي يفك بسحر، بنقول لك خليها وأمشي. أنا لقينا المعلومات دي من وين؟ أول ما أنت جيت أن إحنا بنستخدم الشفرات مع الجن، بنعلم أن هذه المرأة مثلا عقيمة من جانبك أنت، هي ما عقيمة، عقيمة أنت، يعني عندك نقص في الحيوانات المنوية، مش عارف عندك كذا، دي بنفك مشكلتها نحن، مشكلتها زوجتك بنفك عليك نحن، لأنك أنت ما بتخصب، بنخصبها لك نحن، بنقول لك شنو؟ بنقول لك دي فيها سحر، والسحر ده كبير جدا ومصيبة، والسحر من النوع الذي لا يفك إلا بسحر. بعد ما نقنعك بالكلام السمع ده وغيره من الكلام عشان تقتنع، بتخليها نقول لك خليها وأمشي، خليها معانا يومين ثلاثة وأمشي. بنعمل لها شنو؟ بعد ما مشيت بنقول للمرأة طبعا ضعيفة، بنقول لها أنت فيك سحر، والسحر ده من النوع النجس، والنجاسة لازم يفكوها بنجاسة، النجس لازم يستعملوه في النجس، تعرفون المسألة مستدرجة لشنو؟ ايوه، بنقنعها بالحته دي، وهي لجاهك لسلطتك لقرابتك لحبها فيك، اي كلام بنقوله بتنفذه، بنقول لها السحر ده نجس والنجاسه لازم تفك بنجاسه، بنقوم بنعمل شغله معينه
وبنكتب فراس الذكر، فراس الذكر كتابة ورسومات، وبنقول لها اليوم الفلاني انت كويسة؟ قال انا كويسة. يعني كويسة لو ما فهمتها من فهمها، يعني انت نظيفة من الحيط تحيط بتين الفترة الفلانية، بتنظف بتين بالفترة الفلانية. انتوا عارفين انه اي امرأة ما بتمسك يعني ما بتحمل الا من اليوم الخامس والسادس من غسلها من الحيض، يعني اول يوم ثاني يوم اصل مره ما بتحمل، بتعمل في الايام من خمسه يوم وانت ماشي. اي امراه بخبري عارفينها من زمان كانوا شغالين مع الجنون، فبنعرف ان المراه دي مثلا بتحيض الليل وبتنتهي الحيض اليوم الفلاني، ويعني بعد ثلاثه خمسه يوم بنقولها تعالي في اليوم الخامس من الغسل او اليوم السادس او اليوم السابع، لانه الجماعة خبروني في الأيام دي أنه إن شاء الله سعيدة ينفكر الخدام ولا الجماعة. بنقوم بنكتب في رأس الذكر كتابة معينة، وعينة تكتب البسملة ذاتها. شوفوا الشغلة دي، البسملة تكتب في رأس ذكرك وبتكتب طلاسم تانية وبتجي جاهزة وبتقول لها النجاسة لازم تحل في نجاسة، وبتشتغل الشغلانية بكل صراحة. شوفوا الشغلة دي، ديل بيشتغلوا آياتهم ناس أبونا فلان والجماعة اللي بده الولد بوقية ذهب والبيت بنص وقية ولا الولد بوقيتين ذهب، دي شغلهم. دي إذا كان القصر منك أنت، أما إذا كان العقب منك منها هي، بنسأل قرينة. عندنا شفرات بنخش للجين وبنسأل قرينة، الولد ما له معادية شيطان، لأنه في نوع من الشياطين بيسكن في الرحم، معادة لهذه المرأة، معادة لهذه المرأة. يعني هي قد تكون آذتهم، قد يكون عاشق واحد من الجن، ما دايرة تلت من الراجل ده حتى أنه بعد فترة يطلقها، برضو جايز. نوع من الجنون بيسكنوا في داخل الرحم، ده مهمته شنو؟ بيعمل ركض. ركض يعني شنو؟ كلما المرأة تيجي تحمل بعد يومين ثلاثة أربعة وبدأ لا 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 الجنين يلتصق برحم الأم، فهو عنده خبرة بيقوم بيفصل لا 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 الغذاء الجاي من رحم الأم للجنة، بيقوم بيفصل الغذاء الجاي. بعد يومين ثلاثة المرة تجحف، بعد شهر شهرين ثلاثة المرة تجحف، أصلا ما بتحمل. ده عارف إنه بنعرفه بواسطة القرين، مثلا دي فيها بقول لك فيها شيطان أحمر ولا الجن أحمر، لا دي خبرة بنستخدمها مع علم الجن وبخبرونا الكلام ده. ده له شغلة، ده أساسا يخلي المرأة دي تحمل وما يقطع السلوك الرفيع دي أو الخيوط اللي بتغذي الجنة لينمو ويكون جنة تام، دايروا خدمة معينة. بنقول لها تمشي أو نقول لك أنت تمشي تجيب لنا بهيمة فلانية وشي فلاني، مسألة بتاع التقربات على للجن والشياطين بالذبائح والنذر. فبنذبح، ووريناكم قبل كده كيف بنذبح، بتجيب بهيمة بمواصفات معينة، أنت بتمشي تفتشها ولا هي مشت فتشتها جابتها، ذبحناها وشلنا الدم المسفوع ده وكتبنا له كتابات معينة خدمة، وده طلب الجن الذي يركض في رحم المرأة. بننفذ له كل شيء هو دايره، بعد بخليها وبدل انت تخصبها بنخصبها لك احنا بكل صراحه، بنخصبها لك احنا وبنديك لها. بعدك انت تمشي تقولها هنا، حتى كمان في ناس يقول لك ده والله ده ود الشيوخ. انا اللي جيت شافع صغير بيلعب في نص الشارع وامه جنبه واقفه في نص الشارع بتعزلط، يا ولية ده ما طفلك؟ قالت طفلي. قلت له طيب ما تنهري؟ قال لي ده ما بنهره. ماله ما بنهره؟ قال ده ود الشيوخ، ده ود الشيوخ. يا شيوخ، في شيوخ بيجاي في بحري في منطقة على القدر، بقول لهم شنو اللي زي القاف؟ قال ده اللي زي القاف ده ما بينهره، يلعب في صار الزلط ده وزول يطقه ما في. عداك له الله عداك له الشيوخ اللي زي القاف؟ قال عدوني له شيخ اللي زي القاف. اعتقاد تام، سبحان الله. شوفوا الشغلة دي، يعني ده شنو؟ دي مسألة عن احنا بنعملها وبندق له، وانت بتقول خلاص الشيوخ ادوني. زنين المرأة بكل صراحة، ده شغل الله، ده شغلنا زمان شغالين الشغل ده 17 سنة، وزول جايب لنا خبر في الحتة اللي ما في، والله الذي لا إله إلا هو. نخش في موضوعنا اللي هو موضوع العين. ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من العين وأثبت العين، وربنا سبحانه وتعالى ذكر حتى في القرآن: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دي آية بتثبت العين، فرجع البصر إلى آخر الآيات دي. طيب في الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: كلكم معيانون إلا من بورك،
يعني كلكم معيانون إلا من بورك، يعني من قال تبارك الله. كلنا بنصيب بالعين، يعني العين ما مشخصة بشخص معين، كلنا بنصيب بالعين، لكن فرقك أنت مع الشخص الآخر التفاعل النفسي، يعني أنت نفسك بتتفاعل بطيء، ما بتحاضر الإنسان اللي عينته في اللحظة، يمكن تصيبه بعد شهر، بعد أسبوع، بعد 5 يوم، 6 يوم، بعد ساعات. فرقك بين الآخر المعروف فلان ده عاين، أنه فلان ده نفسه تتفاعل بسرعة وبيلحقك بالعين في نفس اللحظة، ده فرقك بيناتهم. أنت ما دعيت ببركة وهو ما دعا ببركة، أنت بتصيب بالعين وهو بصيب بالعين، لكن في المشهد الحاصل قدامك بيشوف أنه فلان ده علق وإنت علقته، أو فلان ده علق وإنت ما علقته. هو طوال أصابك بالعين، أصاب الشخص ده بالعين، وبيعتبر أنه الإنسان ده تعيس، وإنسان ما هو ما فيه خير، وإنسان شرير، وده عاين، وده حسابات الناس. يبقى الكلام ده خطأ. ليه؟ لأنه الصالح ممكن يعين الصالح، والعين ما على كيف الإنسان العاين أبدا، ما على كيفك. يعني أنت ممكن تصيب نفسك، وممكن تصيب زوجتك، وممكن تصيب طفلك، وممكن تصيب الآخرين بالعين، بشرط أنك تدعو بالبركة. إذا كان دعيت بالبركة يمكن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عينك من الآخرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. الحديث الأخير ده: وإذا استغسلتم فاغتسلوا. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. الحديث ده عنده جوانب كثيرة مفروض نفهمها. أولا، كونك بيصيب بالعين، نعم صالح ولا ما صالح بيصيب بالعين إلا أن تدعو بالبركة، ده واحد. الثانية، الحديث فيه جانب آخر مهم جدا، لأنه في مسألة دارين نحكيها للناس وتشوفها تنتبه لها كويس، والشيء ده مطلوب منك أنت. الجانب المهم في الحديث ده: وإذا استغسلتم فاغتسلوا، ده أمر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسمع كويس، عشان لو جيت لبيت بتاع ناس وأصبت طفل ولا أصبت أي شيء بالعين وطلبوا منك الغسل، لازم تجي تغتسل للناس ديل عشان يعالجوا به الشخص العين ده، وتكون نفسك طيبة بدون أي حسابات، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوعك تبقى زي الشيطان يقول لك: يا أخي أنت جيتنا في اليوم الفلاني والله أعلم، لكن ربما أنت عنت لنا الشخص الفلاني ولا عنت الشيء الفلاني ده، فتعال اغتسل لنا ترفض. ده بقيت شيطان، لأنك تفاعلت مع الأمر ولم تتفاعل مع الآمر. إبليس عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم ما نظر للآمر، نظر للأمر وتفاعل مع الأمر، فعصي الآمر وهو الله سبحانه وتعالى، فطرد من رحمة الله. الآن هنا أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ما اغتسلت أنت عاصي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي وتكون نيتك سليمة جدا، يعني طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تغتسل للشخص ده عشان يصب فيه الغسل، وربنا يديه العافية إن شاء الله. يبقى نحن إن شاء الله في حوجة عشان نعرف الاغتسال. الاغتسال ده أسرع شيء للعين، أسرع شيء بيتعالج العين الاغتسال ده، أسرع من حتى القراءة ذاتها. يعني العملية بتاعت الاغتسال اللي بتعملها 5 دقائق إن شاء الله، لو أنت العائن أقل من 5 دقائق الشخص ده لو مرضه ده 20 سنة، من قبل 20 سنة أنت لعنته وجيت اغتسلت الآن بنفس المواصفات دي إن شاء الله وصب فيه يبرأ. إذا كان مرض يعني ما تجسد، يعني شنو؟ إذا كان أنت عصبته بالعين والعين ما تجسدت لعاهة، مثلا العاهة زي شنو؟ أنت عصبته بالعين وقام ماشي في الشارع طقطوا عربية، اتكسرت رجله ولا يده، ودوه للمستشفى، انت عصبته بالعين ودوه للمستشفى بوتلت اليد او الرجل، هل بعد 5 يوم ولا 20 سنة لو جيت قرأت له يعني العين دي المبتولة دي بتجي راجعة؟ لا. انقدت عينه بتجي العين دي تاني بتجي راكبة من السماء؟ لا. لكن اذا كان انت عصبته بالعين ومريض مرض ما اتلف عضو وبتروه بيشفى بإذن الله تعالى. أي مرض، في مرض متحول يعني الليلة تمشي المستشفى تفحص وجع بطن، ماسكك وجع بطن أو مريض بطنك نظيفة، مخك نظيف،
دمك نظيف، أي شيء صح صح صح، ما عندك أي شيء، وأنت مريض بتعاني، ولا الليلة بملاريا بكرة تحولت لتايفويد، وبعد بكرة تحولت لبايل، بعد بكرة تحولت لمشومة ثانية، بعد شوية كلوة من هنا، وبعد شوية بتاع من هنا، يعني شيء غريب جدا. فدي دائما بتكون فيها العين. طيب العين دعني نعرف غسل العين عشان نغتسل، حتى لو ما للآخرين لينا في البيت. مثلا عندنا طفل صغير، ودائما الأطفال دي البريئين وحلوين، فيمكن تصيبه أمه بالعين أو تصيبه أنت أبوه، يمكن طفل صغير قام يضحك ولا قام يتكلم ولا قال يا بابا ولا قال له كلمة كده طوال، وقمت ضحكته وشوفوا الولد ده ولا وليد كده صغير فصيح شوية، وقمت علقته ما دعيت له بالبركة، أصبته بالعين. أنتوا ناس البيت دي أصبته بالعين، بتفتكروا أنه للناس والضيوف البيو جداد وغيرهم وغيرهم، جايز يعني. لكن أكثر ناس بصيبوا الطفل ده بالعين وبأثروا فيه أبوه وأمه، لأنه أكثر ناس بينشرح صدرهم، ومع الانشراح بينسوا أشياء كثيرة، ما بيدعوا للطفل ده بالبركة ثم يعلقوا. أول ما لفظت تدعو له بالبركة تبارك الله ما شاء الله، بعدك علق. لكن لو نسيت الكلام ده وعلقت قد تصيبه بالعين، قد تصيبه الآن، وقد تصيبه بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة على حسب تفاعل النفس بتاعتك. نحن دارين نعرف غسل العين، دارين نعرف كيف نغتسل للعين حتى يصب للمريض ويبرأ بإذن الله تعالى. طيب أولا غسل العين كالآتي، يأتي يجيب لك جردل صغير فيه مويه باردة، جردل كورة بتاع ما يضعه في الطربيزة، يكون في زول ماسكه، في زول ماسكه زي ده، لو فتر ما ينزل في الكورة في الأرض ولا في الطربيزة ويمسك واحد تاني، لا يدي له واحد تاني يمسكه. طيب يمسك المعونة فيه المويه، المويه دي تكفي للصبة، يعني بعد ما يعمل فيه العملية يصبها فيه، يعني مويه بسيطة مو كثيرة خالص. يكون ده شخص ماسك المعون كده واقف، يجي العائن مثلا أنا مطلوب من الغسل، كيف أجي أغتسل؟ وهل في ذكر معين أنا أقوله؟ ما في ذكر، ما وارد في غسل العين أي ذكر. العدد واحدة 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 موجودة. طيب أول شيء تعمله تجي تدخل يدك اليمين وتكب موية في خشمك، شوف أول حاجة تكب الموية في الخشم، تتمضمض دي اسمها المضمضة، تتمضمض يمين وشمال، تحرك يمين وشمال، ثم تمج تمج، المج يختلف من المضمضة. لما تكب الموية في خشمك وتعمل كده ده إنسان بيتمضمض، لكن البموج بيعمل كده بصم خشمه وبحرك الموية يمين وشمال، تتمضمض وتمج وتف في المويه دي. بعد ما تمضمضتها ومجيتها تبزخ في المويه دي، دي اول غسله. ثاني غسله برضو يدك اليمين، تقوم تغسل وشك غسله واحده كلها وتحطه في المعون ده. المره الثالثه بتدخل يدك الشمال، دخل الشمال دي بتغرف مويه، بتغسل شنو؟ تغسل المفصل ده بتاع يدك اليمين لغايه المفصل ده بس، بتحطه هنا. المرة اللي بعدها بتدخل يدك اليمين شيل موية، بتغسل كفك الشمال دي بتغسلها بتحتها هنا. اللي بعدها يدك الشمال تغرف موية، بتغسل المفصل ده ده بتغسله تمسحه كده وبتحته هنا. اللي بعدها اليمين للشمال نفس المفصل بتحته هنا. اللي بعدها الشمال للرجل، الرجل المحلة دي هنا رجل حتة دي لغاية المفصل ده بس تمسح زي ده حتة. اللي بعدها اليمين للرجل برضو نفس المحلة دي تمسحها كويس وتحتها. اللي بعدها الشمال لليمين، يعني تدخل يدك وللركبة بيجوا للملابس دي لأن دي عورة ما تكشفها، تدخل يدك بيجوا الركبة دي كلها تمسحها حتة. اللي بعدها اليمين للشمال بنفس الطريقة، وآخر الغسل يدك الشمال تدخل يدك بجوة لعدتك دي بضاعتك دي كلها تمسها بورا وقدام وبتاع وتقوم تحتها في الموية دي والشخص دي ماسكها. تجيب الزول المريض ترقده في الفراش، فراش شوال المهم ترقده
ويشدوا على الارض ترقدوا على بطنه كذي، وتشيل المويه دي تكشعله في ظهره هنا في راسه فوق هنا، وتشيل المعون ذاته تكفيه فيه اقل من 5 دقائق. اي مرض بالعين ربنا بيشفيه، دي اسرع طريقه للعين. واضحه دي طريقه غسل العين. نعم لا تكفيه في راسه هنا، مش تكب له في ظهره، تكب له في راسه من الخلف. ايوه حتى الذاكره دي تكب المويه دي هنا في 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 مؤخره راسه دي من كفي كده، تكب المويه دي هنا وتكفي المعون ده ذاته من فوق له كده بس، وخمس اقل من 5 دقائق ترفع المعون ده فيطيب باذن الله تعالى اي عين باذن الله تعالى. نعم لا الملابس ما تكفي، عن تجربة الملابس لا تكفي. يعني لو جبت العائن غسلت ملابسه الداخلية أيوة أي نعم الله أعلم، لكن دي الطريقة اللي اغتسل بها عامر ابن ربيعة لسهل ابن حنيف عندما أعانه في منطقة المدينة المنورة في وادي من وديانه اسمه الخرارة، عندما أصابه كان قلع جبة كانت يلبسها، مش جبة زي حقتنا دي، زي حقتهم الزمان كان لابسنا دي، قلع وقاعد يستحمى في الوادي ده، فكان عامر كان واقف فعلق بدل يدعو له بالبركة علق تعليق وأصاب، يعني سهل ده ربنا أصابه بالعين بتاعت عامر، ومن محله ده ما قدر يرجع، وكع يعني مرض وشالوه ودوه البيت، فالخبر انتقل للرسول صلى الله عليه وسلم فدعاه وعاتبه وقال له ألا ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، يعني ليه الواحد فيكم بضر أخوه لغادي حصل مثلا، ليه ما دعيت له بالبركة اغتسل. فاغتسل ودي الكيفية اللي اغتسل بها عامر ابن ربيعة لسهل ابن حنيف إن شاء الله بارك الله فيكم. فدي الطريقة بتاعت غسل العين إن شاء الله. الطريقة الثانية هي الرقية الشرعية، طريقة لو ما تعرف العين هل العين لا ما في لا علاج، نعم في لا علاج، وهي الرقية الشرعية، وتكرر له الآيات بتاعت العين خاصة ذكرناها قبل شوية، وهي كاد الذين كفروا ليزلقون بأبصارهم إلى آخر الآيات وغيرها من الآيات، أو الرقية الشرعية وتكرر له في موية وتدوه يشرب، وتكرر له في موية ويغتسل بها عدة مرات إن شاء الله، فإذا كان ربنا شفاه بإذن الله يشفى بإذن الله تعالى. إن شاء الله نقف لهذا الحد لأنه تقولي في الطريق أن عندي ضيوف جايني من برا ووصلوا البيت، فبس ما حبيت أن أفوت المحاضرة إن شاء الله، فإذا كان في سؤال سؤالين إن شاء الله نجاوب عليهم ونجي نواصل إلى حلقات تانية. تفضل. أيوة نعم سؤال وجيه، قال في عين بتاع الجن. أيوة في عين بتاع الجن، وأكثر العين بتاع الجن يصاب بها الإنسان في الحمام، مش الإدبخان، الحمام اللي تستعمل فيه ده، يعني من الغلط بمكان أنك تخش في الحمام ده وتنسى الذكر، ثانيا حتى لو ذكرتها ما تخش الحمام ده وتتعرى أمك ولدتك وتستعمى. طبعا ما أظن فيكم زول ما بيتعرى، كلكم بتتعروا صح؟ كلكم بتتعروا، ما جايبين خبر ساكت. الحتة دي خطيرة جدا جدا، لأنه أنت لو قلت بسم الله يمكن بسم الله اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث بتطرد الجن، أو الجن ما بشوفوه أنت في داخل الإدبخانة، يوم تجي تقول الكلام ده في جن في الإدبخانة دي، الجن ده ما بشوفك على الإطلاق، بيعمى منك نهاية ما بشوفك عشان يضرك ولا بتاع، لكن لو غفلت ما جبت الذكر ده في جنون بيشوفوك، ويمكن يشوفوك في بضاعتك دي تروح فيها شمار في مرقة زي ما قالوا، فعمل حسابك يبقى تعمل شنو؟ تعمل لك نكسي صغير بتاع الملابس البترولية دي لأنه ما بيمسك الموية كثير، تعمل لك نكسين ثلاثة صغار، عندما تيجي تخش الحمام وتنزل السروال الكبير تلبس النكس الصغير ده، تلبسه وأقلع ملابسك دي، استعمى واغسل نفسك تماما، واغسل حتى السروال ده الصغير ده معك، خلوه صغير عشان ما يحتفظ بالموية كثير، أغسله ودخل بيدك بجوه أغسل أي حاجة أنت داك تغسلها، بعد ده تقوم انتهيت من الغسل ده او حمام عادي، البس ملابسك الخارجيه وامرص التحت ده امرصه تمام، وشره خليه ينشف، شره خدته جوا هنا، شره برا، شره اي محل، ده خليه خاص للحمام عشان ما تتعرق،
اعمل حسابك ما تتعرى في داخل بيت الادب. بيت الادب اخطر محل يصاب به الناس بالجنون. فانت عندك ترى سؤال ثاني؟ ها؟ طيب الى جرخيه ان شاء الله هي ايات كثيره، لكن الحلقه الجايه ان شاء الله نجيبها مكتوبه مطبوعه عشان الناس تقدر تنقل منها ان شاء الله. الرقية الشرعية نجيبها مكتوبة عشان الناس تنقل منها بإذن الله تعالى. أي حافظنا، لكن لو قلنا دهنا كلها كثيرة جدا بتاخذ مننا زمن. نجيبها مطبوعة بس ونلصقها هنا إن شاء الله في البوابة هنا، أي زول يجي ينقل منها إن شاء الله. بارك الله فيك. والجن بيصيبك بالعين، الجن بيصيب بالعين بالمناسبة، بيصيبك بالعين، وكثير من آحات الرجال وعقم النساء من عين الجن. والسرطان ده، سرطان الخطير ده عين، سرطان عين، الأورام الخبيثة دي كلها ناتجة عن العين. لأنه في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفوا النبي ما بكذب، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا. إذن المقابر إذا كان جيت لقيت فيها 100 شخص، اتأكد 70-80 شخص ماتوا بالعين، ولا واحد يعرف أنه فلان ده كتلته العين على الأطلاق. ما أسف عارفين لكم دول كده عيدين أنه أصابته عين كتلته، ما عارفين. لكن ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. ها؟ لا لا، الرقية واحدة، يعني ترقي من عين بشر ولا ترقي من عين جن واحدة، الرقية واحدة اللي هي آيات واحدة، آيات موجودة في القرآن. بارك الله فيك. نعم أيوة، التبرعات، الناس ما تنسى التبرعات إن شاء الله. طيب طيب سؤاله قال ما الفرق بين الجن المسلم والجن الكافر والشيطان؟ طيب الفرق بيناتهم أفهم تمام يا أخ، الشيطان ما فيه مسلم إلا واحد، الشياطين كلهم ما بيسلموا إلا شيطان واحد فقط أعرف. لكن الجن اللي هو الصنف الثالث من الجن دل منكم منه يكون مسلمين أو مسلمون ويهود ونصارى وغير دينيين والشياطين. اعلم أن كل شيطان جن، وليس كل جنين شيطان. والجن ينقسم إلى 3 أقسام، شيطان، وذي عنده مهمة معينة تضليل الناس عن الحق. ومن الصنف ذاته من كان يعني صليط وبارع في المشاكل ونشط في الفساد والخراب والمشاكل بين الناس والشحناء اسمه مارد. المارد ده صنف من الشياطين زي ما ذكره الله سبحانه وتعالى، وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. ده مارد، ديل ما بيسلموا، والقبل الشيطان ده ما بيسلم. لكن الصنف الثاني من الجنون ممكن يكون مسلم، اللي هو العفريت، من كان بارعا ماهرا قويا عظيما قادرا اسمه العفريت، زي ما في سورة النمل وقال ايوه من الجن لسليمان انا اتيك به الله يبارك فيه، دول اسمهم العفاريت، دول اسمهم المسلمون. استرف السؤال الثاني، هل يجوز ان اتعامل او نتعامل مع الجن المسلم عشان يعمل لي اشياء معينه؟ لا يجوز، لا يجوز على الاطلاق التعاون مع اي جن ايا كان صنفه، لا بد من تدفع الثمن غالي. ما فيش تعاون في حبا في سواد عيونك على الاطلاق. الشيطان او الجنون ما بيخدموك ساكن لوجه الله تعالى، اصلا ما بيخدموك. ولو كان الخدمه بيناتهم بين الانس والجن جائزه كان اولى بها الصحابه واولى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران، لما يستخدموا امشوا عبوا ليه كده عملوا ليه كده عملوا ليه كده؟ لانكم انتم جنون. امشوا جيبوا لي خبر قريش، امشوا جيبوا لي نادي بيتحمروا في شنو، امشوا يا اخي احنا بنتكاتل معهم اقتلوهم. ما حصل، ما حصل صحابي ولا الرسول ولا غيره اتعامل مع عالم سلفنا الصالح ده كله، ما في انسان اتعامل مع عالم الجن خالص. لو كان الشيء ده شرعي وصح كان هم اتعاملوا به. اذا ممنوع تاني. وما يجيك واحد صليط لسان
فكيف فلان ولا مولانا فلان ولا الشيخ فلان ولا أبونا فلان ولا خليفة فلان يقول لك أنا بتعاون مع جنون مسلمين أو بتعامل مع روحانيون أو بتعامل مع مسميات يسموهم. ده دجل وذي حيلة وكذب وافتراء. أصلا ما في تعاون بين الشيطان والإنس لوجه الله تعالى. الإنسان اللي بيدعي أنه بيتعامل مع شيطان مسلم دفع ثمنه دفع ثمنه، لأن الشيطان لا يستطيع أي إنسان أن يملكه عشان يخدمك ساكت، هو ما بيخدمك ساكت. وبعدين الشيطان ما فوضى زي الناس زي الإنس. الشيطان الشياطين والجنون زعامات، كل ناس تابعين لملة وما بيخدم على كيفهم إلا بتوجيه من العفري من الروحاني. الروحاني ده زعيم، زعيمه يوجه وبيخدمك سواء كان روح عفريت ولا شيطان ولا ماري، عنده زعيم بوجهه هو على كيفه ما على كيفه. إذن ما بيخدمك إلا أنت الزعيم ده تدفع له الثمن. بعد بوجه واحد من المسلمين ولا غير مسلم يقول لك أخدم معي. ومسلمين يعني شنو؟ ما زي البني آدمين. ثم قال إسلامه شنو يعني؟ كم واحد يقول لك أنا مسلم ويقول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول، وبعد شوي بنقطع وبرضه نفس الطريقة وكلهم وطرق كمان وهابية وأنصار سنة وغير وغير، كله موجود عندهم. نفس الإنسان وبيفكر نفس الإنسان، يعني ما يغشك يقول لك أنا بتعاون مع جن مسلم وبضر لي زول وبستخدمه في الأعمال الخيرية. الأعمال الخيرية بتخدمه عشان يجيب لك قروش، وعنده مصنع ما بيجيب لك قروش، بيمشي بيسرق حرامي سرقة، يجيب لك قروش يعمل لك سحر التخييل، جاب لك قروش الدنيا 10,000 بديك 100,000. البسين يشتغل زي شنو؟ وعادين شياطين مسلمين. البنزل القروش ده شياطين وجنون مسلمين، يعني التعامل مع واحد يقول انا بتعامل بيجلب لك القروش وبجاب ده كلهم حراميه. وطيب الاسلام ده ينول؟ الاسلام قال لك انت تبقى حرامي؟ ما يغشك. ده كله كلام معسول كان من نغشبوه الناس، غشونا به وغشينا به الاف الناس. انا بتعامل مع جنون مسلمين وانا بتعامل مع الروحانيين وكذا، ده كلام فارغ. ما فيش تعاون بين الانس والجن بطريقه سليمه، لانه الجن لا يملكه الانس ابدا. زول واحد اللي هو ملكم ملكه مطلقه وغيره لا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كررنا الكلام، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاه ما مسك واحد، يوم مسك واحد وتذكر دعوه سيدنا سليمان ففكاه. الناس صحابه من خلفه قال له يا رسول الله انا شفناك حبشت كده بتسوي في جنيته. قال له والله جاني شيطان بشهب من نار وقبضته في رقبته، قال خنقته حتى لسانه ده شعرت البروده بتاع اللسان، ولولا تذكرت دعوه اخي لربطته هنا لغايه الصباح. شنو؟ شوفوا يا العمو كنا الكلام ده انتم عارفين يعني، بس بنذكركم. اذا ما يغشك واحد بيقول لك انا بتعاون مع جنون مسلمين وما بضل، لا. ولا في واحد يقول لك انا بملك، انا كنت بتعاون مع 286 جن من عفريت للشيطان لمعرفة زمان بقول لك بملكهم. ويمكن عفوا كده تجي كلمه اقول لك انا كنت مالك كده، لكن مش مملكه يعني ملك انا اعمرهم من غير مقابل. مملكتي اليوم بالتعاون فقط، اقدم لهم اولا كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يخدموني. يعني ما يخشك واحد يقول لك انا بتعامل مع جن مسلم وتقتنع وتقوم تتعامل معه، ولا ده اعرف انه كافر واعرف انه مشرك واعرف انه قدم لابليس ولجنود ابليس عفاريت وروحانيين وغيرهم الخدمه الصحيحه اللي بيحبهم. وكلما انسان بيجي يتعاون مع الجماعه دي اتاكد انه بعيد من الله سبحانه وتعالى وقريب من الشيطان. فما فيش تعاون، ولا يخشك يقول لك بتعامل مع جن مسلم. وهل يجوز التعامل مع الجن المسلم مثلا يعطيك اموال؟ ما نفس الكلام اللي قلنا، يعطيك اموال يجيب لك من وين؟ بسرقه حرامي. بارك الله. شنو؟ هناك شنو؟ هناك شيخ شنو؟ ده الشيخ البرعي ده قال كده؟ أنا ما أعرف الكلام ده، الشيخ البرعي ذاته قال له كده يا أخي، زول كاتب السؤال ده. ها؟ السؤال قال هناك شيخ أها أيوه أه طيب بارك طيب بارك الله. ده افتراء ودجل وكذب، الشيخ ده كذاب. عشان كده انا بنحذر الناس. ما نفس السؤال قال هناك شيخ يدعي انه
يتعامل مع جن مسلم ويعالج به الناس ويتعامل معه لمصلحة المسلمين. من نفس الكلام اللي قاله أخذة ويقول لك الجن الخير، يا هو جن خير جن مسلم جن بتاع المسميات قلت يسموها الناس، ده ما فيش كلام بالشكل ده خالص، ما فيش كلام بالشكل ده. بعدين الرقية دي أنا خذته من رأيي الشخصي، ده مو شرع ولا سنة، لكن من رأيي الشخصي العارف في عالم الجن والشياطين واللي عرفته من الرقية وفتن الرقية، أي إنسان لا ما يرقي إلا يتجاوز عمره 45 فما فوق، أعمل حسابك دون 45، أعمل حسابك، أعمل حسابك من عالم الجن والشياطين. دي نصيحة من خلال تجاربي أنا مع عالم الجن والشياطين. أولا الرقية دي فتن، الرقية دي في حد ذاتها فتن، أكبر فتنة للإنسان تضلله الرقية الشرعية، لأنه بمر بيك النسوان، ومشكلة النسوان دي إلا من رحم الله، إلا كان ما عندك نخوة بتاعت رجولة. أنا هنا المسألة دي ما جربناها، كنا في الشياطين جربناها والآن في الحق جربناها ولقيناها أكبر فتنة للناس الرقية الشرعية، وخاصة الناس اللي بيقولوا أنهم سنيين وناس موحدين. أنا أنصح أنه أي شاب ما يرقي إلا لأسرته، إلا يتجاوز عمره 45، ثم حتى 45 ما يرقي إلا وهو متزوج، وما يرقي إلا في بيت ذاته بتاع الزواج ومرته موجودة. عشان كده شوية بتعمل شر الفتنة بتاعت الرقية، والله الرقية فيها فتن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أحيانا تقوم ترقي لمرة وتشوف مناظر ما تصلح معك، والشيطان للإنسان بالمرصاد، يعني مع خلال التجارب ده يعني والله امرأة يعني قدام ناسا يعني يحل فيها الشيطان تقوم تقعضها قدام ناسا. خلي كونه انت الشيطان، ما كثير من إخواننا الآن كانوا يعني سبحان الله كانوا عجيبين مرات، الآن 180 درجة انتهوا خلاص، كانوا سنيين، كانوا الواحد فيهم إذا كان جالك خطوط زي ده من شدة تشدده بقول لك الخضة كان في زمن النبي ما في، أنا ما بصلي في الخضة، لا أرجع ورا ولا زحوا من الخضة، ده كان أسلوبه قبل ما يعمل الرقية وقبل ما يرقي. الآن يركب ومعه مرأة وما زوجته ويغنى في 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 في, في عربيته يغني ويرقص ويلبس السلع في رقبته وطاقيته خضراء، ده الزول الجميل بين هالكلام ده شاب والله الذي لا إله إلا هو، فسد فساد ما بعده ظاهر، الباطن ده ما الله به عليم، لكن ده الظاهر. حتى لو بيرخي زي ده جوك الصلاة بفوت الصلاة لغاية ما ينتهي من الرقية حتى بعدك يصلي، دي من الفتنة، وده كان متشدد بطريقة ما عادية. الآن موجود عندنا ناس في بحر، وكثير من الإخوان اللي بدوا فتحوا باب الرقية دي والله إلا من رحم الله. باب الرقية دي بالمناسبة باب شر، لأنه بيجيب لك عالم النساء، وأكثر ناس متأثرين بالمرض الجنون والشواطين النساء، وهم على يترددوا لك، يجي تجيك واحد يسوق لك واحد لا قريبته ولا بتاعه فالمسألة دي دائرة ناس كبار شوية عاقلين ومتزوجين وإلى آخره. كويس دقيقة، وزي ما تكلمنا قبل شوية أنه ما يغشك أي إنسان، قلت لك ده غش، أسألني أنا من الشغل ده، قال أسأل مجرب ولا تسأل طبيب، ما فيش تعاون بين الشياطين والجن في أي مصلحة بيناتهم. وبعدين باب الرقية فاتح موضوع ثاني، أنا كنت برقي لامرأة بنت معها زوجها، فرقيت لها واستحضر الجن، ده مثال للزول ده، استحضر الجن بيتكلم معي، وبعدين شوف أنا ما بحب أنه يتكلم مع الشيطان لأنه بعرفه بيعمل فتن، من زمان كنا شغالين معه وعارفين فتنه، الآن عارفينه أكثر. إذا كان يتكلم معي بحاول بقول له اخرج يا عدو الله بإذن الله، اخرج بإذن الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما بكترها معه، لو كترتها بكون هو مرتاح لأن كلامك ما بيأذيه، بتأذيه الرقية، ويفتح لك باب بتاع كلام عشان يقول لك الشغلة دي هناك وكذا 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 وكذا، وانت تخلي القراية، وبعده هو بياخد زي الإنسان الخانقه، خانقته تمام قطعت روحه دي خانقته، بعد شوية فكيته ما بياخد نفس، بعد ممكن يقاومك، وانت يوم تقري له ده خانقه، لكن يوم خليت القراية فكيته بعد يوم يتراوغ معك عشان ياخد رتاح، بعد ما يرتاح عشان تاني يقدر يقاوم معك ويعمل معك خبايش دي. والشيطان ما بيصدقك على الإطلاق، وأي شيطان خش بواسطة سحر عملوا بواسطة سحر يعني طبوك وعملوا لك سحر، ما بيتكلم بالإنسان الحقيقي العمل السحر ده على الإطلاق. إذا كان الساحر حي، أنا الساحر جيتني أنت عشان أعمل لزيت واللي عبيت سحر، عملت له سحر وسحرته
ومشى انضر الزول ده ومشى ودوله فلان بيقرأ له القرآن بيستحضر الجن بيستحضر الجن. هل بيقول السحر ده عمله فلان مشى لشيخ حامد عمل له السحر الكذا كذا الجن ده بيتكلم بالكلام ده؟ ما بيتكلم. ليه؟ بخاف. بخاف منه؟ بخاف مني أنا، لأنه لو نظم هناك قال في زول فلاني مشى لشيخ حامد عمل الكلام ده، الخبر بيجيني. إذا كان الخبر جياني طوالي بستخدم الشفرة بتاع الزعيمه، تعال انت أخي تجيب لي زول يفتني مع الناس. ليه؟ حصل شنو؟ زول قام مشى قرأ له القرآن حصل كذا 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 كذا، يبقى ذاك طوالي بيرسل من خلفه بيقطع رقبته طوالي. أنا وديتك عشان تعمل فتنة ولا وديتك تخدم الشيخ ده؟ عشان كذا الجن بيراوغك وما بيتكلم الكلام الصحيح. بيعلم الكلام ده من وين؟ بيعمل بيتكلم مع قرينك، بيعرف من قرينك عندك فتنة مع زيت من الناس، مشكلة كانت بيستغل الحتة دي، ينضم ويقول الساحر فلان وسوى كده وسوى كده وسوى كده وسوى كده، وانت فعلا مع فلان ده عندك معه مشكلة، يبقى انت هنا حتجزم تماما ان الزول ده ما دام عنده معه مشكلة عمل الشغلانية دي. ده الجن بيراوغك هنا. الزول ده المرأة دي أنا قريتها القرآن واستحضر الجن ونظم وقلت له أخرج بإذن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما دار معك كلام. قال لي اصبر لي اصبر لي دار أخرج. قلت له طيب أخرج من بواسط قرأتي. قال لي يا أخي قبل ما أخرج أنا دار أسلم. قلت له تسلم؟ قال لي أي. قلت له أنطق الشهادة. قال لي كرر لي عشان ننطق. قلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نصحته قلت له الإسلام سمح، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. الآن أنت أصبحت مسلم ودي مسلمة، يبقى حرام عليك بكل الجهات تطلع منها. قال لي طيب أنا بطلع منها وإكراما لك ودخلتني الإسلام وده كلام سمح. شوف مراوغته. وقال لي يا أخي ما دام أنا دخلت الإسلام وتبت لله سبحانه وتعالى أنا دار أتعاون معك. دار تتعاون معي؟ قال لي أي. قلت له طيب تتعاون معي في شنو؟ قال لي شفت الدرج بتاعك ده؟ عندي درج كده الإنسان بيكون قاعد خلفه كده في درج. قال لي شفت الدرج بتاعك ده؟ بتلقى أي مريض يجيك دخل يدك في 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 الدرج ده، بعد ما تقرأ له دخل يدك في الدرج ده بتلقى ورقة مطبوعة بتوريك اسم المريض ومرضه ده من شنو وفي تاريخ بتين والآيات اللي بتشفيه والأشجار اللي بتعينك في ذلك. قلت له أنت متأكد من الكلام ده؟ قال لي متأكد. ليه؟ قال لي لأن عندنا أطباء أحسن من أطباءكم، لأنه في بعض الأمراض في أشجار فيها خاصية بتسرع في العلاج. قلت له أنا عارف الكلام ده. قال لي طيب أنا دار أتعاون معك. قلت له مقابل شنو؟ قال لي لوجه الله تعالى، متأكد لوجه الله تعالى. قال لي وجه تعالى. ما دار مني أي خدمة؟ قال لي ما دار منك أي خدمة، لا قريب لا بعيد. قال لي ما دار منك أي خدمة لا قريب لا بعيد. كل إنسان يجيك هنا اقرأ له، أنا إن شاء الله بحضر وبجيب دكتور ويخصص الحالة وتلقى الورقة مطبوعة في الدرجة. قلت له طيب عشان نعرف المسألة دي لوجه الله تعالى، الآن أنا ما قدمت لك أي خدمة. قال لي الآن قدمت لي خدمة. خدمة قدمتها؟ قال لي دخلت الإسلام. قلت له كويس. طيب قلت له الآن أنا أعرف المرض مريضة وشنو. قال لي دخل يدك في الدرج. فتحت الدرج دخلت يدي لقيت ورقة مطبوعة، قريتها لقيت اسم البيت اللي بنقري لها دي ذاتها ومتين يتزوجوا وراجل دي اسمه فلان وساكنين في الحتة الفلانية ومريضة من الزمن الفلاني وحاصل حاصل 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 من الآيات سورة البقرة الآية رقم 173 و255 و203 و287 و85 و86 وآل عمران كده 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 الآيات ذكر لي كلها مطبوعة جاهزة بالكمبيوتر. طلعتها قريتها سألت زوجها قلت لها أنت اسمك فلان؟ قال لي أي. وهي اسمها فلان؟ قال لي أي. ما أنا ما قعدت نسأل اسمه وصح المرض دي كذا كده؟ قال أيوه صح الكلام ده كله صح. ساكنين في الحتة الفلانية؟ قال لي صح. قلت له كويس. طيب شفت الآيات دي حفظتها كويس والمرقة مطبوعة وعرفت الأشياء اللي بتعالج من الأعشاب؟ طبقت الورقة دي وخطيتها في جيبي وقلت له يا أخي داير مني الحقيقة؟ قال لي أيه. قلت له أنا ما داير أتعاون معك لا في خير لا في شر، أهم شيء أنت تطلع من المرض دي وخليني أنا مرضاي أعالجهم ربنا يشفيهم ما يشفيهم، ما دار منك أي خدمة لأنه بنعرفه هو نصب لي شرك بعيد جدا
وذكاء منه دي حيلة وخطة بخططها من هنا عشان أنا أقع في المستقبل في, 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 في الشرق بتاعه. ودي بتفوت على كثير من الناس. يعني قد يكون إنسان ما عنده خبرة قديمة مع الشياطين ويقول له وجه الله تعالى ويستدرجه بطريقة ملتوية ذكية. لأنه في مثل بيقول لك من كان أكبر منك يوم واحد أعلم منك سنة، فما بالك الشيطان ده أكبر منك بتلتمية وربعمية وخمسية ألف سنة، يكون خبرته زي خبرتك؟ لا، ده استدراج. أخيرا يوم قلت له أنا ما داري أتعاون معك وبس أطلع من المردي، قال لي أنت يا الكلب بنفس الصورة. شفت كيف بيتعامل معي كيف؟ وبعد ده قال لي أنت يا الكلب، أنت يا الكلب. أيوة، طيب ليه أنا الكلب يا أخي؟ قبل يوم قلت لي أنا بتاع. فيدوب اتأكدت أنه فعلا نصب شرك معين وفشلت خطته، عشان كده شتمني، وإلا ما في جزء من الشتوم والكلام الفارغ اللي هو كان صادق. فدي مدخل من مداخل الشياطين اللي بيغشوا الناس حتى بيرقوا. قد يكون أنا مسلم وأسلمت على يديك وخرجت عشانك كلام سمح كثير جدا وأنا هتعاون معك، وبعد شوية يستدرج دخلك في متاهات ما أنزل الله بها من سلطان. فنسأل الله العفو والعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نعم. سبحان الله، ده كلام غريب شوية. انت ما فرقت بين انا قلت الرقية والاخضر، ده شنو الخضرة؟ ده شنو اي نعم، ده الكلام ده انا ما قلت شنو، ما قلت لك ده كدين يعني وسنة، لا قلت لك من رأيي انا الشخصي، من رأيي أنا الشخصي وتجاربي سابقا مع عالم الجن والشياطين، والآن بعد الهداية تعاملي مع عالم الجن والشياطين وخدعتهم للناس وعرفتي لهم وفتنتهم وخاصة للشباب، بننصح من خبرتي. بارك الله فيك. طيب فأنا من تجربتي بنقترح أن الإنسان دون السن دي قال يرقي لأسرته في البيت، لكن كونه يعمل له محل عشان يرقي الجاي والماشي والطالع والنازل، المسألة دي فيها خطورة، خطورتها في الآيات اللي قلت الكلام اللي ذكرته قبل شوية، فتن ما أنزل الله بها من سلطان، وخاصة الإنسان يكون شاب، يعني الجن قادر يعني يفتنه، لكن الإنسان يكون كبير زينا كده وبعد عمرنا ده وغادي، يعني المسائل دي ذاته هو شبع منها وشوية كده بكون عاقل شوية ومرته جنبه وأولاده جنبه، ما بكون زي الشاب، زي الشاب، وخاصة الشاب إذا كان بقي شاب وعازب، فالمسألة دي فيها خطورة. اي ها لا لا انا ما بنفي انه ما يجي ضرر، لكن بنقول السن دي يعني سن يعني في الحاجات زي دي اعقل من الشباب. يعني هسه يجي شاب عمره 17 18 سنه معي، انا عمري 55 سنه بكون سوا. فيها فتن ها ايوه خير ان شاء الله كده انا نتفاهم معك لانه في اسئله هنا كده. بارك الله. اي نعم. قال أعلم الجن بعد ما خليتهم واشتغل ضدهم هل مستعدين أن يؤذوني؟ مستعدين للآن وباكر وبعد باكر إلى أن أموت، عداء ما عادي، لكن ماني خايف منهم أبدا، بل هم بخافوا مني. إن شاء الله أنا ما بخاف من عالم الجن والشياطين. بارك الله فيك. الله يا أخوانا الأسئلة ما حقهم. هل الجن الجان يضرب صاحبه إذا كذب عليه
في شيء يريده لا ما كل جن بيضرب جن، الزعماء هم بيضربوا لا ما هو تابع له، هو زعيمه، لو رسلوا لحتة معينة عشان يشتغل فيها ورفض ولا لف ودار مش بيضربوا، بيقتلوا، يقتلوا نهائي. عشان كده الجن حريص وأطوع لزعمهم من الإنس للإنس، لأنه الجن إذا كان عاقب بعاقب بالموت، ما بعاقب بالسجن ولا بتاع ولا كده، عشان كده بخافوا جدا وطاعتهم عمياء لزعمهم. بارك الله فيك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وعملا يرفعنا، استر عوراتنا، احفظ روعاتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعضه معصوما، ولا تدع فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أورثنا حوض نبينا، أسقنا من حوضه شربة لا نظمع بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.